مرات من تاريخ كبير في المباريات الودية في الليغا في الدوري في المباريات الودية في مختلف المناسبات. 10 مباريات عدد قليل من الحالات السلبية حتى هذه المباراة. وهذا لميسي، أوه! عملها ميسي، عملها ميسي، عملها ميسي، عملها ليو ميسي. كل شيء ليو ميسي اليوم، كل شيء يعمل ليو ميسي. أولا ليو ميسي، ثانيا ليو ميسي، ثالثا ليو ميسي، وليو ميسي يأتي بالهاتريك. الهاتريك ما أعجب فان نيستلروي، يأتي به الفتى الأرجنتيني الرائع الشاب ليو ميسي، يأتي ويسجل 3 أهداف. هو لعب الكلاسيكو مرتين، اليوم الكلاسيكو رقم 3 وب3 أهداف في مرمى ريال مدريد، وأصبح هذا الهدف كأنه هدف الفوز لبرشلونة لأنه في الوقت بدل الضائع. لاحظ رونالدينيو، يا سلام يا سلام الانطلاقة، يا سلام الانطلاقة والمرور الرائع. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة أخرى الانطلاقة والمرور والكرة اللي تنحط بهذا الشكل. لاحظ طلب الكرة، ومرة أخرى أيضا يحضر رونالدينيو في هذه اللقطة. وليو ميسي، فتى برشلونة، فتى الأرجنتين.